تعالوا بقى نروح حتة تانية ونروح دمياط، ودلوقتي هنشوف ازاي احمد طالب الهندسة بيعمل الحقيقة رقصات خطيرة جدا 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 بالعجل. احمد احترف الرقص وهو بالعجلة بطريقة الحقيقة كانت مبهرة جدا وابهرت كل الناس اللي كانت بتتابعه. تعالوا نشوف احمد كان بيرقص ازاي بالعجل ونرجع لكم مرة تانية. هي الرياضة اسمها بي ام اكس فلاتلاند، دي بنعمل حركات بالعجلة. اللعبة ديت مقسومة جزئين يعني، أو بتلعب بستايلين، ستايل اسمه بي ام اكس ستريت وبي ام اكس فلاتلاند. بي ام اكس ستريت ده اللي هو ده المشهور أكتر، الناس تعرفه أكتر، اللي هما الناس اللي بينطوا من فوق سلالم عالية ومرتفعات عالية وستاندات وكده. الجزء دوت إصاباته خطرة شوية، تبقى مثلا بتوصل لكسور وشروخ وتمزق في الأربطة، احيانا في ناس بتموت فعلا، شفت قبل كده ناس ماتت. الفلاتلاند اصاباتها اقل شويه، بتبقى كسور وشروخ وكده. هي حاجه جديده في مصر وحاجه انا شفتها فعجبتني فحبيتها، فحبيت ان انا اكون مميز فيها يعني واكمل فيها ان شاء الله. عايز اوصل لبطولات عالميه وكده. قليل جدا اللي بيلعب اللعبه دي في مصر لان مش متوفر لها امكانيات، حتى العجله نفسها مش موجوده في مصر كتير، ولا مالهاش كده غيار ولا كده، وما فيش اماكن نتمرن فيها، بنضطر ننزل في الشارع وكده في اماكن مش مجهزه. انا يعني نفسي اول حاجه ان اللعبه دي تنتشر في مصر اكتر، يتوفر لنا امكانيات اكتر، يبقى لنا مسابقات هنا، لان احنا ملناش مسابقات خالص كده. وبعد كده ان شاء الله لما اطور من نفسي اكتر يعني نفسي اخش في بطولات عالميه وكده. رجعنا مرة تانية بعد ما شفنا أحمد والرقصات اللي بيعملها على العجلة. طبعا هي الرقصات دي بتحتاج شوية تدريب قبل ما طبعا أي حد يعملها، يعني مش أي حد بيتفرج علينا خصوصا يعني من الأطفال يوم ينزل ياخد العجلة بتاعته ويعمل الحاجات دي، لأنه زي ما أنتم سمعتوا أحمد بيقول إنه ممكن جدا لا قدر الله يحصل كسور، ممكن يحصل خبطات قوية شوية، ممكن يعني تؤدي إنك تقعد في البيت فترة شوية، يعني مش كتير إن شاء الله، بس مش أي حد يعني يجرب الحاجات دي، لازم يكون بيتمرن الأول عليها وعنده لياقة إن هو يقدر يعمل الحاجات دي. مش كده نرمين ولا ايه؟ طبعا.